20 يوم شهر جايين من ريف إدلب. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينا هين من الثلج ده حتى تحت الثلج، لا عدنا أدفئة، لا عدنا فرش، لا عدنا سفنجات، لا عدنا حطب، لا عدنا خبز. يعني حالتنا سيئة بالمرة حالتنا، وإحنا كل المخيم هذا فقيرين، يعني ما عدنا شيء. ونريد منكم مساعدة، مصاري، تدفئة، بطانيات، سفنجات، ينطيكم العافية إذا تجيبونا. نحن هم ما بقى نتحمل، والله برد وتلج وعيشة زفت، ما بقى نتحمل هالبرد، يعني ما بقى نتحمل أولاد وعيشة إيش دعلك، وهي انكسرنا ومرة كبيرة أولاد ما بقى يطلع علينا. Thank you.